تحكي لنا ايه اللي حصل؟ يعني اللي حصل محمد كان بيعاني من رباعي فلت، ده مشكله في قلبه، تمام، بتحتاج تدخل جراحي لاصلاح القلب. الموضوع ده اكتشفناه لما كان سنه بالظبط 28 يوم، صدفه بحته. وديته لدكتور صديقنا يعني في البلديات اسمه دكتور شريف، شافه قال لي لا هو في شويه اضطرابات كده هتروح وبعدين نشوف، انا شاكك في حكاوي يعني كده. رحت له بعد 8 ايام قال لي لا ده كانت الاعراض ايه؟ ولا حاجه، هو كان بيتمغص بس، يعني عنده اضطرابات من لبن مامته، يعني ما ظهرتش عليه اي اعراض. بس هو الدكتور شاطر شويه يعني. رحت له بعد 8 ايام قال لي لا محمد ضربات قلبه مش مظبوطه. حولني للدكتور اسمه الدكتور محمود نافع، راجل مشكورا يعني. قال لي محمد عنده حاجه اسمها رباعي فلت ومحتاج عمليه تصليح في القلب، هتكون شامله كامله مره واحده تتعمل. طب امتى يا دكتور هنعملها دي؟ قال لي لما يبقى سنه بالظبط 9 شهور 10 شهور يكون وزنه 9 كيلو. يعني ويفتحوا بقى القلب قلب مفتوح. لا اله الا الله يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، محمد وصل للقصه دي يعني برعايته مامته وسته، وانا يعني محافظين عليه خالص. كنتوا واخدين بالكم انه باصابته مفيش اي حارسين عليه عشان يوصل للسن اللي يعمل فيه العمليه، اي حقنه ابره او دواء او اي شيء خده محمد غير بس قياس اكسجين كل 3 شهور والابر اللي كان بياخدها تطعيم فقط. عشان انا بس بنوه على كده عشان اكذوبه طالعه من المستشفى ان محمد دخل عمل عمليه بعد ما عمل عمليه بره تاني، وده كلام هراء. حضرتك سيبك من اللي بيتقال بس خلينا احنا في موضوع. تمام. محمد بقي متطابق العمليه. طب يا دكتور العمليه بكام؟ قال لي مؤهل وجاهز. قال لي دي هتعمل لها حسبه 75,000. قلت له كام؟ 75,000. قلت له لا ده مبلغ كبير ما اقدرش اعمله. قال لي خلاص هو في جهتين بيعملوه، جهتين دكتور مجدي يعقوب، وده صعب انك هتعمل دلوقتي فيه. والقرمان. قلت له تمام. طب ايه القرمان؟ قال لي خلص الورق وهتعمل كذا 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 وهترمي في القرمان، القرمان هترد عليك وتحولك على طول. القرمان دي مش جمعيه خيريه؟ جمعيه القرمان. يحيى شاهين. هم بيساعدوا يعني، بيقوموا بتكاليف العمليه وانت بتقوم بالاشعاعات والدم وال واي حاجه بيعوزوها بقى طول ما انت دخلت المستشفى بقى بتاعتك. تمام. اتوجهنا يوم 28/11 لجنه القرمان، شافوا الدكتور عبد الله النصير راجل جراح مشكورا، شاف محمد سالني كام سؤال، قال لي محمد متطابق. دكتور عبد الله النصير راجل يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي الفضل الاول والاخير لوصول حاله محمد لكده. يعني لا انسى فضله لكده اللي هي كويسه يعني. لا انسى فضله. وهو كان يمكن الداعم الوحيد ليا في المستشفى، ان لما كنت بقول له حاسب في حاجه حصلت كذا محمد بيتعامل كذا كان بيخرب الدنيا من غير ما يوصل لي. محمد خلص له ورقه، كان جاهز للعمليه يوم 6/12/2017. اول حاجه هتتعمل فيه قلب مفتوح، اول مره يخش غرفه عمليات. طلع محمد بعد 4 ساعات ونص طبعا بجهاز تنفس على غرفه الرعايه فائقه في مستشفى الوادي عمر شاهين حبيبي. قعدت اسال يقولوا لي لا حاله محمد لسه مش حلوه مش كويسه بتاع. المهم يوم الجمعه بلغوني ان محمد اتفك من على جهاز التنفس الصناعي وبقي كويس. بالليل اتصل بيا دكتور رعايه قلب او يعني بعت لي، طلعت اسمه دكتور محمود ابو ضيف ماسك جميع دكاتره الرعايه، فرجني محمد، شفت محمد كويس بس نفسه مش مظبوط. اغفلوا عليا هم ان في العمليه في مضاعفه حصلت، ان الدكتور عبد الله النصير وده شيء وارد قطع عضله ماسكه الحجاب الحاجز، فبقى الحجاب الحاجز ياخد المعده ويطلع لفوق يكشكش ايه. طب ممكن الرئة. استاذنك بلاش نقول اسماء. تمام. تمام. المهم طبعا انا شايف الواد نفسه مش مظبوط. قال لي لا ده اصلي ممكن تكون عمليه وبتاع وعشان مضاعفات الرئه ومش عارف ايه، بس هي هتروح مع العلاج وكده، بس هو ما صارحنيش يعني. انا المفروض انا راي متعلم يفهمني يعني. دكتور سين او صاد من الناس قال لي هو انت ما حدش قال لك ده محمد اتقطعت له عضله؟ ده من نفس المستشفى اللي قال لك كده؟ ده دكتور رعايه برضه بس لا داعي لذكر اسمه. ما حدش قال لك؟ قلت له لا ما حدش قال لي. قال لي طب هو هيحتاج يعني مثلا بعد 12 يوم؟ طبعا الدكتور اللي ذكر اسمه يعني حق الرد رد. مكفول. واي حد عايز يدخل اهلا وسهلا ونزلوا يا جماعه ارقامنا على الشاشه. اي حد اتفضل كمل. انا مش بقول كلام مسترسل يا دكتوره. المهم محمد يعني السبت الصبح قالوا لي عايزين له صفايح. انا عامل عمليه الاربعاء، عازله صفايح يوم السبت.
قلت ماشي. قالوا لي عايزين حقنتين كوليستين او امبول كوليستين 1 مليون عشان محمد بنفسه ده مش هينفع عشان ما يتاثرش على قلبه، فلازم نحطه تاني على مكانه التنفس. قلت ماشي، ايه المطلوب؟ قالوا عايزين حاجه اسمها فايل كوليستين. دي انت اللي تجيبها يعني؟ انا جبتهم. منين يعني بتجيبها؟ انا رحت جبتهم من صيدليه بقى. من صيدليه؟ ما انا ما لقيتش صيدليات جنبي فيها الفايل ده، لقيتها في صيدليه يعني مش عشان الاعلان، صيدليه عند الدمرداش كده كبيره يعني. طيب اتصلنا وقالوا موجوده، رحت جبتهم الامبولين. تمام. انتهينا كده يوم السبت الساعه 2 الفجر، كنت انا وديت الامبول الثاني. يعني انا وديت امبول الساعه 12، جاتني فلوس رحت اشتريت امبول ثاني ورجعت الساعه 2 اديته للدكتور محمد السيد اللي هو كان معاه في الحاله. النبطش عايزين حاجه مني تاني؟ قال لا روح اتوكل على الله، شوف انت هتنام فين وايه، ونام وتعالى لنا الصبح. يا ريح محمد دخل على مكان التنفس ثانيه. لا تمام. صبح الحد علينا الساعه 9 الصبح، فانا بروح دايما يعني ارزل اشوف ايه الاخبار يعني. تطمن على ابنك؟ برزل بقى، ما هو الزياره الساعه 1. ما كانش معاه مرافق في الفتره دي؟ لا، ومالدته في اوضتها ده في الرعايه الفائقه فوق. يعني تخش له بحساب. تمام. يبقى كده الموضوع لازم يبقى فيه كنترول يعني، يعني مش اي حد دخل طالع. ما هو احنا لازم نحترم ده لان هو في عنايه مركزه. جميل. تمام. طيب راح الدكتور خدني على جنب قال لي والله محمد دخل معانا في, في 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 ازمه صدريه. بالظبط كده. في ازمه صدريه، واثناء تركيب الانبوبه الحنجريه بتاعته اتلسع لسعه بسيطه من الدفايه. قلت له قدر لا الله. معلش ثانيه واحده. اتلسع لسعه بسيطه. لا حضرتك عيد من اول اتلسع. اثناء ايه؟ انا بركب له الانبوبه الحنجريه وبركبه على جهاز التنفس تاني. ايه الانبوبه الحنجريه؟ انبوبه حنجريه بتركب تبع جهاز التنفس عشان يتنفس، المكنه تخليه يتنفس. المكنه تتحكم في نفسه. يعني مش هو اللي يتنفس، المكنه تنفسه تظبط له النفس. ده اللي انا فهمته هناك. انا خدت 45 يوم هناك. المكنه دي اللي وده اجراء طبي عادي. جميل. طيب وما بياخدش اكتر من 5 ثواني. تمام يا فندم. فمحمد اتلسع لسع خفيف وانا متضايق جدا لان الموضوع اتلسع من ايه؟ من الدفايه اللي جنبه على السرير، 2 شمع. نعم. ايوه، ما انا مصور الكلام ده كله. طب ثانيه واحده، اتفضلي. دفايه جوه اوضه العنايه المركزه ده كذا دفايه، هو في زيت وفي شمع. تمام. طيب انا وبنقذه يعني. احنا معانا صور يا جماعه. ايوه طبعا طبعا. فايلات هذه اهي. دي الدفايه. اختها بقى هي. دي الدفايه اللي جوه العنايه المركزه في مستشفى استثماري. في شبهها كتير. مع الممرضين بقى ومع مع مع السكر ومع اي حد. طيب حضرتك معاك صوره للي حصل لابنك؟ طبعا يا فندم. طيب نزلوا لنا يا جماعه الصور. صور فظيعه. لا اله الا الله. ده التنظيف بتاع ايه؟ الحرق وبتر 3 اصابع. لا اله الا الله. بدايه يعني. تمام. ايه اللي حصل يا فندم؟ ما انا مش فاهمه ايه اللي حصل. ما هنقول تاني بقى. دي بقى اللسعه البسيطه الخفيفه اللي خدها رفرفه كده هو بيركبوا له جهاز التنفس او بيعملوا له زي ما بيقولوا دكتور طارق الريست. يا جماعه يعني معلش، هو شايفه دي؟ شايفه دي؟ وقفه دي لو سمحت. شايفه دي؟ دي بتوحي بايه يا دكتوره؟ يعني اشرحي لي انت ايه ممكن يحصل في رجلي مشويه كده. تمام. والصوابع بني كده ما شاء الله، عامله زي الكيك. تمام. انا مش قادره يعني. اشوف. تمام. انا مش قادره. انا بقى شفت. انا مش قادره. الله يعينك. الله يعينك. انا شفت. انا اللي حصل بس متعرفش. اشرح لي معلش يا جماعه، انا مش قادره اشوف. ولا المشاهد خالص. شفت الوضع ده؟ طيب. انا بالظبط يوم السبت. حضرتك عايز تشرح صح؟ فلازم نحط الصوره. حطي لي الصوره. انا شفت الرجل دي بقى كده يوم السبت. الحد الصبح عشان ما ابقاش غلطان. الحد الصبح موافق يوم 10 12. هو ده الحلق الخفيف؟ قالوا ايه اللي انتوا حاطينه كده؟ قالوا ده موبو كريم. ميبو كريم. تمام. بتاع الحرق. طب ايه اخبار الصوابع دي؟ طبعا انا كراجل ما بفهمش، ما بفهمش، استعبيني يا ستي ما بفهمش. الصوابع دي يا فندم، الصوابع دي تمام، الصوابع دي مشويه مش بتاعه لسعه او رفرفه او لمسه، دي مشويه. دي هنشوف كده الدفايه كده. كلنا شايفين لسعه ايه بس يا فندم. يا فندم بصي، ادي الدفايه اهي، ادي الدفايه اهي، لسعته كده واتعدلت كده. هتعمل فيه كده؟ طب امال ده ايه؟ ده كده. بصي اهو، اهو كده. ده زي ما يكون نار ولعت فيه. لا ده كده بقى يا فندم. دي عليه وفضلت ومفيش عليه حد معاه. ومحدش شاف. واقسم لك بالله يا لو هم يا روحي لو هم لو هم عندهم دليل يفرغوا لي الكاميرا اللي فوق الباب. طيب معلش لحظه، احنا معانا الدكتور طارق عاطف مدير المستشفى. حضرتك اتعاملت معاه؟ طيب الو.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور عاطف، ازاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك يا فندم.